نوبيليس معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية تحذر دائما من بقاء تسجيل درجة حرارة تقارب 50 درجة على أغلب مناطق وسط الصحراء لغاية أقصى الجنوب الغربي خاصة بولاية أدرار. إذن بالنسبة لحالة السماء لظاهرة اليوم بإذن الله ستبقى الأجواء مشمسة، هذا على كل المناطق الساحلية، مغشى جزئيا نحو المناطق الداخلية، تتشكل سحب رعدية خلال أواخر الظهيرة نحو منطقة الأوراس، قد تكون مرفوقة بأمطار محلية. تقريبا نفس الأجواء ستشهدها الصورة شمال الصحراء، بعض الخلايا الرعدية المنعزلة التي ستكون مرفوقة ببعض الأمطار المحلية خاصة نحو منطقة الواحات. أما بوسط الصحراء لغاية أقصى الجنوب الأجواء ستكون مشمسة وحارة. بالنسبة للحرارة القصوى إذن ستعرف ارتفاع نحو المناطق الداخلية الغربية في حدود 40 درجة بغليزان، بمعسكر 33 درجة بالنسبة للسواحل الوسطى، وكذلك الشرقية مرتفعة بوهران تقارب 38 درجة، 39 درجة بتليمسان، 38 درجة أيضا بتيزي وزو حتى بباتنا وخنشلة. أما جنوبا 40 إلى 44 درجة هذا بتمن راسي لغاية جانات، 43 درجة بمنطقة الواحات، 44 درجة بالثورة، تبقى حارة بشمال الصحراء والجنوب الشرقي في حدود 45 درجة، ودرجة حرارة جد عالية بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب تصل محليا إلى 50 درجة. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 20 إلى 24 درجة، هذا على كل المناطق الشمالية، 26 درجة فقط بتمن راس، 28 درجة بغردية، ما بين 30 إلى 31 درجة بكل مناطق الجنوب الشرقي، ترتفع إلى 32 درجة بالجنوب الغربي لغاية أقصى الجنوب، وتكون مرتفعة أكثر بالصحراء الوسطى في حدود 36 درجة. فيما يخص البحر خلال نهار اليوم سيكون جميل إلى قليل الاضطراب، وهذا على كل السواحل، حتى الرياح ستكون ضعيفة على العموم. عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 7 مساء و54 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، طاب يومكم وإلى اللقاء.